تحرير رأس مال المصحات الخاصة بين مبررات الوزارة الوصية وتخوفات المهنيين. على أي أساس اختارت الوزارة الوصية هذا التوجه؟ هل فعلاً سيساهم في النهوض بالقطاع الصحي ببلادنا؟ أم أنه سيفتح الباب أمام الاتجار بصحة المواطن؟ ما سر معارضة الأطباء والمهنيين لهذا القانون؟ وهل تخوفاتهم تبدو مبررة؟ ثم ما هي البدائل التي يطرحونها؟